هذه جولتنا في أبرز الموضوعات التي تناولها رواد مواقع التواصل. بدأ المصريون المقيمون في الخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية في نحو 120 دولة، ويستمر التصويت لمدة 3 أيام. يخوض الانتخابات 4 مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع فوزه بالرئاسة لفترة ثالثة. وستجري الانتخابات في مصر بالعاشر من ديسمبر كانون الأول لمدة 3 أيام، ومن المقرر الإعلان عن المرشح الفائز في 18 إذا حسمت الانتخابات بالجولة الأولى. أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة لولاية تندوف، الهدف منها وضع حجر الأساس لمشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غار جبيلات، مؤكداً أنه يجب توفير كافة الخدمات والمرافق لمدينة منجمية. وأعادت الزيارة الجدل حول المنجم المتنازع عليه من قبل الجزائر والمغرب. وفي وقت سابق أعلنت الجزائر عن بدء إنشاء خط سكة حديدية فيربط بين المنجم وولاية بشار لتوفير خدمات للمنجم. وتعول الجزائر على إنتاج ما بين 40 إلى 50 طناً سنوياً من الحديد.